من إذاعة وتلفزيون الزملة الكوري سيلة ولاية العيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه تشبعوا قتلة ديال الضحك، ولكن اللي ما بقاش حتى الاخر ما غيسمع والو، غتبقاو حتى الاخر. الفيديو ما طويل، شوف الاخر اسمعوا. اسم ديال التلفازه ديال بوليخاريو، التلفازه اللي ناقله هذا الخبر، قال لك وزيره الداخليه والمدير العام ديال الامن الوطني ديال محاضره، غتشوف المحاضره في مديوره. خرجة ممتعة. ضمن زيارتها رفقة المدير الوطني للشرطة الأخ المختار بابا عمار إلى زيارة مقر الشرطة الجهوية ومعاينة القوة العمومية لهذا الجهاز المدني، حيث أكدت لهم أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة مع الحكومة لتجهيز أعوان الشرطة في مختلف الولايات. ليؤكد المدير الوطني للشرطة ضمن محاضرة أقامها لأفراد الشرطة الجهوية على ضرورة التواجد أثناء العمل مع البحث من حيث إقلاق هذه المنطقة، والله عموما منطقة الساحل والصحراء في المهلوسات والمخدرات، من طرف المصدر الوحيد اللي هو المصدر المغربي قزو. مشكورين على الزيارة، وإن شاء الله نعودوا قد المسؤولية يعني جاهزية تامة لمواجهة التحديات، خصوصا وزارة الدرك الوطني المتواجدة بالولاية كانت وجهة أخرى للوزيرة، حيث وقفت على جاهزية الدرك الوطني بالولاية لتؤكد لهم على حساسية الظرفية الأمنية التي تستدعي جاهزية الدرك لمحاربة انتشار المخدرات التي يحاول نظام المغرب إقراق المنطقة بها. من إذاعة وتلفزيون الزملة الكوري سيلة ولاية العيون.